شاء الله تقبل الأعمال وغفران الذنوب وقضاء الحوائج، وأن يوفقنا جميعا لأن نستقبل العيد إن شاء الله بنفسيات وروحيات مؤهلة لتغيير النفسي، وتطلعنا إلى التغيير الميداني، تغيير سياسي، تغيير الاجتماعي. هذه فلسفة العيد، أن يفرح المؤمنون الصائمون بما زرعوا في شهر رمضان ليتزودوا به على طول الخط في طوال السنة، وأيضا الحراك السياسي أو الحراك السياسي في محطات المختلفة هي زراعة لكي تحصد نتائج هذه الزراعة وثمار هذه الزراعة على مستقبل الوطن في حاضره ومستقبله للأجيال القادمة. لعل مفردة من مفردات حديث الأخ كان يتحدث عن الثقة، كيف توجد الثقة كمقدمة للحديث، وكيف تهدم هذه الثقة، وكيف تبنى هذه الثقة، وكيف نحافظ على هذه الثقة. ثقة في المجتمعات مهمة جدا، وتبسيط لموضوع الثقة، إذا واحد عنده فلوس، إذا ما يأمن خفافيش الظلام، وخصوصا مع زيادة نشاطهم هذه الأيام، فيودع الأموال في البنك. هذا كان فلسفة أن الواحد يخلي فلوسه في البنك قبل خفافيش الظلام، بس الآن تصير أزيد. يعني إذا كان يمكن أنه يخلي في بيته 200-500 دينار لقد 100 دينار، اليوم يقول لا، أنا أسحب من الـ ATM 10 دينار 20 دينار، لأنه ما أمن لا في الطريق ولا في البيت أنا أخلي فلوس، فما في ثقة. البنك أيضا ما مش اللي حطه في خشمي عشان ففلسفة البنك أيضا هي أن لو لم يكن هناك ثقة ما حد يروح يودع فلوسه في البنك. والثقة في البنك ليس لأن هناك فلان وفلان وعلان أو هذا البنك ينتمي إلى، إذا لا يوجد نظام بنكي يثق في هذا المودع للأموال لا يدع فلوسه. مثال بسيط أيضا، أنا أسحب فلوس من الـ ATM، ولكن قليل جدا من يضع فلوس كاش في بوكشة على أساس يضعها في البنك، يروح ويوقف في الطابور، لأن ما في ثقة في أن هذا الظرف ممكن أحد يجي يفتحه ويسحب منه فلوس، أو يكنسله خير شر يأخذ الفلوس وما كانك دفعت، مع أنه يعطونك رصيد. كل العملية عملية ثقة. لو البنك حط له شعارات وسوى له PR قد الدنيا ان هذا الايداع الكاش في البوكشة من خلال الاي تي ام مأمونة، قليل من الناس يتفاعل معه، لان لم تصل الثقة الى الدرجة اللي الواحد يطمئن او كل الناس تطمئن الى هذا الموضوع. هذا في على مستوى تبسيط يعني الى موضوع الثقة. ننطلق من هذا التبسيط الى موضوع الثقة بين الشعب والسلطة. والسلطة في النظام السياسي يجب أن تكون سلطات وليس سلطة. في خلل إذا تكون السلطة هي السلطة التي تسيطر على كل السلطات. ومنجي إلى جزء من عامل هدم الثقة أو عامل اهتزاز الثقة، أن تكون السلطة هي التي تختزل كل السلطات. يعني احنا نتحكى بالعامية الحين، نتكلم عن السلطة هنا الأسرة الحاكمة، الملك مثلا، ففي يعني كلامنا السياسي الدارج عندما نقول السلطة نقول الأسرة المالكة أو نقول الملك أو ما شابه. الحكومة يمكن نستخدم مفردة أخرى. في مشكلة من مشاكل الثقة أن تكون السلطة
التي يجب أن تتفرع إلى سلطات هي سلطة واحدة. هذا هو المشاكل. السلطة وتفريعات هذه السلطة، كيف تعزز الثقة وكيف تهدم الثقة. السلطة إذا انفصلت عن الشعب، وإذا كانت من الشعب، السلطات إذا كانت تمثل الشعب أو لا. ما هي آلية الفصل؟ التعاون، الرقابة، التكامل بين هذه السلطات على أساس أن أعزز الثقة في مجمل السلطات في أي نظام سياسي. نقطة أخرى وأرجع للسلطات، الثقة بين المكونات. ولعل حديث قاسي كان عندما تحدث الأحد أن الثقة بين المكونين الرئيسيين انهدمت. هناك استراتيجية واضحة لدى السلطة التي تهيمن على كل السلطات في نظام سياسي في البحرين، أن تعمل على هدم الثقة بين المكونات الأساسية. استراتيجية، يعني لا أحد يأخذها لا تكتيك مرحلي، ولا إنه عفوية، ولا أخطاء مستشارين، لا. هناك استراتيجية فرق تسد، لأن لا يمكن السيطرة على مكونات المختلفة والحراك السياسي إلا من خلال فرق تسد. للأسف هناك من يعاون السلطة أو السلطات، وهي في نهاية المطاف سلطة، لماذا نتحدث عن سلطة وليس سلطات، يعاون هذه السلطة لهدم الثقة. ففي فكر استراتيجي أن هذه العملية هي من مقومات بقاء السلطة واستئثار بالسلطة واستمرار هذا الاستئثار وإبعاد شبح تنازل من هذه السلطات إلى الشعب. هل تبنى الثقة كما قلت في البنك أم في الموظف الذي يستلم الفلوس في الATM؟ إذا كانت هناك ثقة في البنك يعني كسلطة، وفي نظام البنك وتشريعاته وآلية الرقابة وآلية التدقيق والمحاسبة، إذا كان هناك خطأ لا يهمني من يكون هذا الشخص الذي أسلم له المبلغ، لأن ثقتي مو في الشخص، ثقتي في النظام ككل. يمكن أن يكون هناك شخص مأمون، ولكن ما بعد استلام المبلغ لا أستطيع أن أسترد هذا المبلغ بصورة أو بأخرى، فلا أثق حتى مع وجود الشخص. يعني الأشخاص ثقتنا فيهم أو عدم ثقتنا فيهم مو هي الأساس، ولو أنهم جزء من الثقة ولكن ليس الأساس. ولكن النظام المتكامل هو أساس إعطاء الثقة وحجب الثقة. هذا النظام السياسي هكذا. إذا النظام السياسي في مجمله لا يمكن أن يعطي الثقة بالممارسة بالإطمئنان الداخلي إلى الناس، لا يمكن أن أثق في أشخاص وأقول أن هؤلاء الأشخاص ثقة، فالنظام السياسي سيكون موثوق، لأن النظام السياسي غير مركب أصلا ليكون شعور عند المتعامل مع، ونقصد الشعب والمواطنين، أن هذا النظام السياسي هو محصن من التجاوزات، وإن حدثت هناك رقابة وهناك محاسبة وهناك إرجاع للحقوق. لو دخلنا بتفصيل أكثر في السلطات الموجودة والتي متمركزة في يد السلطة، لوجدنا أن لا السلطة القضائية والتي هي أساس الاطمئنان، الصمام الأمان، إذا جارت السلطات، لذلك تحدثنا عن الفصل، التعاون، التكامل والاستقلالية ما بين هذه السلطات. إذا كانت السلطة القضائية
اليوم يقال عنها نقطة سوداء في العدالة في البحرين، قضية نبيل رجب، اضطهاد سياسي نافي بيلاي قبل ذلك، ما وثق بسيوني على سلطة القضايا، ما جرى في محاكمات الرموز الشرفاء وما قالوا عن التعذيب، وما وثق في بسيوني وما أيضا وثق من خلال الممارسة. أين تكون الثقة في النظام القضائي؟ وإذا لا يوجد ثقة في النظام القضائي مع إطلاق اليد للسلطة الأمنية، قد لا تكون من السلطات الثلاث الأساسية في النظام السياسي ولكنها سلطة مهمة جدا، إطلاق اليد للسلطات الأمنية ابتداء من الجيش وهجومه على الدوار في 17 فبراير، وهذا مو يعني ادعاء، كل ما تبع أحداث فبراير 17 فبراير طلع المتحدث الرسمي باسم الجيش وقال تكللت عملياتنا بالنجاح. لو لم يكن الجيش مشترك في يوم الخميس الدامي ما طلع الجيش والمتحدث الرسمي بالجيش وغير الأمور الأخرى اللي من ذهب إليهم بارك لهم بنجاح العملية. فانفلات الأمني في السلطات الأمنية وبدون محاسبة وبدون سلطة قضائية تنصف، أين تكون الثقة في هاتين المؤسستين؟ واللتان يفترض أن تحمي المواطن من جور السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية إذا أخفقت. يعني السلطة التشريعية في شقها الرقابي هي على أساس أن يكون هناك تمثيل للناس، وتدافع هذه السلطة التشريعية في الشق الرقابي عن تجاوزات السلطة التنفيذية على أقل تقدير. إذا لم توجد هذه السلطة التي تحاسب سياسيا على أقل تقدير، ممكن أن تحيل إلى النيابة إذا وثقت الانتهاكات، إذا لم توجد أين يكون وضع الثقة بين المواطنين والسلطة أو السلطة أو النظام السياسي؟ وآخر سلطة والتي يعني رزحت على رقابنا وصدورنا 42 سنة وانتهاكاتها، السلطة التنفيذية وسرقاتها وتجاوزها وفسادها، كل هذه التجاوزات وكل هذه الجرائم وكل هذا الفساد والسرقات، من يحاسبها إذا رجعنا إلى أن كل السلطات في البحرين هي سلطة واحدة، هي قرار واحد الآن وزع بين ملك بين عمه بين أولاده بين نسائبه بين عائلة، هي في نهاية المطاف هي سلطة واحدة، أين تكون الثقة إذا كان هذا العامل موجود؟ وإذا ذهبنا بين المكونات وجئنا إلى أن النظام بتفريعاته بسياساته لا يوفر المنظومة التي تعطي الحقوق على أساس المواطنة وإنما على أساس هذا الشرخ الطائفي المتعمد كما قلنا استراتيجيا، فتكون المحصلة إذا أردت وظيفة، إذا أردت إسكان، إذا أردت معاملة، إذا أردت قرض تدعم به مؤسستك، إذا أردت بعثة، عليك أن تذهب إلى أي شيء إلا الكفاءة أو معيار المواطنة أو الحاجة أو أسبقية الطلب، كل هذه العناوين ترمى جانبا ويبدأ العنوان الأساسي تمييز، محاباة، شللية، ولاء. فأين تبنى الثقة؟ وأين أيضا تبنى الثقة بين مكونات الوطن الواحد وهذه الاستراتيجية موضوعة ومنفذ هذه الاستراتيجية موجود في المواقع المختلفة؟ هذا أساس زرع مزيد من عدم الثقة بين مكونات الوطن. لذلك
إذا لم تكن الثقة موجودة نحتاج إلى بناء الثقة، ونحتاج أن نحافظ على هذه الثقة. كيف نحافظ على أو نبني هذه الثقة، وكيف نحافظ على هذه الثقة؟ ليس من خلال الأشخاص، وإنما من خلال النظام ابتداء منه. إرجاع السلطات إلى الشعب بحيث يكون الشعب ممثلا في السلطات، تمثيل حقيقي. فلا تكون السلطة هي تمثيل للأسرة الحاكمة، للملك، لعائلة الملك، لموالين لعائلة الملك سنة وشيعة. في وزراء شيعة وفي متنفذين شيعة، بس ما هو المعيار؟ المعيار الولاء. فنبعد هذه السلطات من كونها سلطة واحدة وتشكيلها في سلطات، وهذه السلطات عليها أن تكون ممثلة للشعب حقيقة. إذا كان في تمثيل أطمئن أكثر، لأن أنا ممثل مالي موجود، ممثل الطرف الآخر موجود. الفصل بين هذه السلطات، ما يصير السلطات هذه يعني باكر، خلني أقولها بكل تعبير وهم يقولونها الحين، باكر ننقل من دكتاتورية آل خليفة نودي لدكتاتورية الوفاق، لأن الغالبية لا، ما يصير أخلي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الأمن كلها في يد الحزب الغالب في الانتخابات، على أساس أن احنا نروح إلى انتخابات نزيهة ونروح إلى تمثيل بالغالبية. يجب أن تفصل هذه بمقومات تبعث على الاطمئنان من غير أن نخسر مبدأ العدالة الانتخابية، وفي ذات الوقت من غير أن يكون هناك احتكار إلى هذه السلطات من أي أحد. نظام هذه السلطات، يعني السلطة التنفيذية باختصار القرارات، قرارات مصيرية وقرارات خدمية. في قرارات مصيرية مثلا، مثال بسيط أعطيك، حالة السلام الوطنية، ولو أن هذا مفروض أن يعني ينتهي هذا العنوان، يا حالة أحكام عرفية أو ما في أحكام عرفية، هذا المتعارف عليه، مثل دستور 73. في هذه الحالة متى نذهب إلى حالة الأحكام العرفية؟ بموافقة ثلثي مجلس الوزراء وموافقة ثلثي مجلس النيابة الممثل إلى كل الأطراف، بحيث أن يعني نتحصل على في نهاية المطاف التوافق الوطني، ما يتحدثون عنه اليوم، بحيث أن الحالة تستوجب هذه الظروف، تستوجب أن نذهب إلى أحكام عرفية، وليس قرار الشيعة يقررون أن احنا اليوم نبقى نودي البلد في أحكام عرفية عشان ننتقم من السنة، أو ما نعطي السنة حقوقهم، أو السنة يقررون، أو العائلة تقرر والموالين، لأن في معارضة لا. فهذا ما نعبر عنه أن آلية ونظام السلطات يجب أن يكون في القرارات المصيرية، مثل الأحكام العرفية، مثل مراسيم ضرورة، مثل واحد يتكلم عن اتحاد خليجي أو عدم اتحاد خليجي. كل هذه الأمور المصيرية، القرارات المصيرية، تغييرات جوهرية في النظام السياسي تذهب فيها في قرارات من خلال أنظمة في هذه السلطات تكون تشمل كل المكونات، هنا يكون في ثقة. أيضا السلطات يجب أن تتعاطى مع المواطنين بمسافة واحدة، يعني أنا لما أذهب إلى الحكومة، إلى وزير، إلى وزارة، إلى دائرة، إلى قسم، أنا مواطن، أنا مو شيعي ولا سني ولا أميل للوفاق ولا للأصالة ولا للمنبر ولا لوعد، أنا لي خدمة في هذه الوزارة، في هذا القسم، في هذا الحكومة، يجب أن أحصل عليها على أساس أني مواطن. تعامل مع المواطنين، هذه السلطات قضائية، تشريعية، تنفيذية، الأمن، يتعامل معي على أساس أنني أنا مواطن. هناك قانون، تجاوزت القانون أو أن أحد تجاوز القانون علي، فأنصف على أساس هذا القانون.
ما أنصف على أساس أنا أنتمي إلى من، أنا من، موقف السياسي من. كلنا يجب أن نكون أمام هذه السلطات ينظر إلينا في تعامل خدمة، في تعامل اتهام، في تعامل جرم، في تعامل مظلمة، ينظر إلينا على أساس مواطنين، في قانون، في أولوية، في كفاءة، في مساواة، في مؤهلات. بهذه الطريقة فقط يسترجع الشعب ثقته في السلطات. وأختم، أنا عندي بعد لأن طولت شوي، وأختم بأن يكون ما بين هذه السلطات رقابة ومحاسبة. يعني لا يمكن نسوي كل هذا النظام وبعد ذلك لا تستطيع السلطة التشريعية في شق الرقابي أن تحاسب السلطة التنفيذية، ولا تستطيع السلطة القضائية لأن الذي سرق المرفأ المالي ورئيس الحكومة، فما يصير أن نحاسب نوديه المحاكمة، فما يصير. لابد أن السلطة القضائية تتعامل مع من يسرق قدم مربع ومن يسرق أراضي بالكيلومترات حتى بتجاوز صلاحياته، أن هذا مواطن تجاوز القانون، تجاوز الدستور، تجاوز حرمة الأملاك العامة، وعليه أن يحاسب. موقعه وين؟ فقير، غني، رئيس وزراء، حتى لو بعد ملك، رئيس جمعية، رئيس حزب، رئيس البرلمان، ما في. قانون قانون، حرمة المال العام حرمة المال العام. بهذه الطريقة إذا ما كانت السلطات تستطيع أن تحاسب السلطات الأخرى فقط لأن هذا مسؤول في هذه السلطة، لا يمكن أن أبني ثقة في المجتمع.